بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أبنائي وبنات طلاب الفرقة الرابعة والدارسين لمقرر إنتاج سلالات البيض واللحم، موعدنا النهاردة إن شاء الله مع محاضرة جديدة في إطار هذا المقرر. المحاضرة السابقة انتهينا إن احنا اتكلمنا على إيه هي أهداف مربي الدواجن، الأهداف المختلفة سواء كان أهداف إنتاج اللحم، أهداف إنتاج البيض، أو إنتاج الأمهات فيما يعرف بالبيض المخصب. بعد كده اتكلمنا على الصفات المختلفة وقسمنا الصفات طبقا لطريقة توارثها، سواء كانت الصفات الوصفية أو الصفات الكمية، والنوع الثالث اللي هو كان الصفات الحدية. بعد كده اتكلمنا على الصفات والجنس، وعرفنا يعني إيه الصفات المرتبطة بالجنس، عرفنا يعني ايه الصفات المحددة بالجنس، وفي الاخر خالص قلنا في عندنا نوع تالت اسمه الصفات المتأثرة بالجنس. النهاردة بقى ان شاء الله موعدنا مع محاضرة جميلة جدا، وتعتبر هي اللب في انتاج سلالات البيض واللحم، وهنتكلم فيها عن بعض العوامل الوراثية او الصفات الوصفية اللي بيكون لها اهمية اقتصادية في مجال انتاج سلالات البيض واللحم. يعني ايه؟ احنا واحنا بنتكلم المرة اللي فاتت على الصفات وطبقا لطريقة توارثها، قلنا عندنا فيه صفات وصفية، وعرفنا ان من ضمن مميزات الصفات الوصفية ان بيتحكم فيها عدد قليل جدا من العوامل الوراثية، قلنا بيبقى زوج او اتنين، وبالتالي طرق توارثها وتتبعها في الاجيال التالية بيكون سهل. اما الصفات الكمية قلنا بيتحكم فيها عدد كبير جدا من العوامل الوراثية، بيكون تتبع النسب المندلية فيها صعب جدا، وأسس توارثها في الأجيال القادمة تبقى صعب. وعلشان كده حبينا النهاردة نتكلم على بعض الصفات الوصفية اللي بتحكم فيها عدد قليل جدا من الجينات اللي بتكون زوج واحد أو زوجين على الأكثر، بس بالرغم إن الصفات دي بتتحكم في عوامل وصفية، يعني تأثر لي مثلا على لون الريش، تأثر لي على سرعة تكوين الريش، تأثر لي على عدم وجود الريش أو وجوده في الرقبة أو في الجسم فيما يعرف بالدجاج على الرقبة أو الدجاج العاري، تأثر لي على شكل الريش، هل الريش طبيعي ولا الريش ده مجعد، تأثر لي على بعض الصفات الوصفية الأخرى زي شكل العرف، تأثر لي برضو على صفة وصفية تانية زي الدجاج يكون قزمي ولا مش قزمي. دي كلها عبارة عن صفات وصفية، بس وجد أن هذه الصفات الوصفية بتأثر لي على مجموعة من الصفات الكمية الأخرى اللي بيكون لها أهمية اقتصادية في مجال هجن إنتاج البيض أو هجن إنتاج التسمين. هنبدأ أول حاجة عندنا من الصفات الوصفية اللي بيكون لها أهمية اقتصادية، هنتكلم على لون الريش وأهمية الريش في عملية التجنيس الذاتي فيما يعرف بحاجة اسمها السنجل جين أند الأوتو سيكسينج. السنجل جين اللي هي الجينات الوحيدة أو الفردية، وعلاقتها بحاجة اسمها الأوتو سيكسينج أو عملية التجنيس الذاتي. زي ما احنا عارفين ودرسنا قبل كده في مقرر إنتاج وتربية الدواجن، إن العمليات المباشرة بعد عملية الفأس في معامل التفريخ هي عملية التجنيس، عايزين نجنس الطيور عشان نعرف الذكور من الإناث ونشوف هنوجه مين لإنتاج اللحمة وهنوجه مين لإنتاج البيض. طيب لما اجي ابص لعمليه التجنيس، هنلاحظ ان عمليه التجنيس بالطرق المتبعه عن طريق الطريقه اليابانيه اللي هي فتح الاعضاء التناسليه بفتحه المجمع بتكون من العمليات الشاقه جدا والمكلفه واللي بتاخد وقت. طيب لو عايزين نحل المشكله دي ونتحكم في بعض العوامل الوصفيه اللي تحكم لي في لون الريش او في سرعه التريش، وبالتالي نقدر نميز الذكر عن الانثى عن طريق لون الريش، يعني الانثى تكون مثلا موحده اللون، لونها ابيض او لونها اسود، انما الذكر يتميز مثلا بوجود ريش مخطط او وجود بقعه سوداء على الراس. نقدر نميز كده بسهوله جدا مين ذكر ومين انثى من غير ما نلجا ان احنا نجيب راجل مخصوص يعمل له عمليه التجنيس وياخد مبلغ وقدره، وبالتالي هنلاحظ ان الصفات دي ليها اهميه اقتصاديه بالنسبه للمربي لانها هتقلل من تكلفه عمليه التجنيس. طيب لو جينا نبص بادئ ذي بدء للون الريش، هنلاحظ ان لون الريش بيتحكم فيها عدد من العوامل الوراثيه، ومعظم العوامل الوراثيه دي بتكون عوامل محوره للون. يعني ايه عوامل محوره للون؟ معظم الدواجن اللون الاساسي فيها بيكون هو لون الاسود. طيب يا دكتور امال احنا بنشوف الفراخ اللي لونها ابيض والفراخ اللي لونها احمر او اللي لونها ذهبي او الفراخ المخططه او المؤلمه، طرز الريش المختلفه دي جت منين؟ لا ده عمليه تحوير للون الاساسي اللي هو كان اللون الاسود.
يعني معنى كده ان الدجاج لون الريش اساسا فيه هو اللون الاسود اللي بيكون ناتج عن صبغة الميلانين. طيب وصبغة الميلانين ده هي هتديني اللون الاسود في كل من الجلد وفي الريش. طب امتى الفرخة تظهر بقى بلون ابيض او لون احمر؟ ده بيجي نتيجة لوجود عوامل وراثية اخرى بتعمل عملية تحوير، لاجل كده قلنا عليها عوامل محورة، بتعمل عملية تحويل للون بحيث ان هي بعد شوية تأصل على صبغة الميلانين وتمنعها من تأثير لونها، وبالتالي يبدأ يظهر عندنا اللون التاني. طيب وجد ان اللون الاسود او العامل التلوين اساسا اللي موجود في الريش بيتحكم فيه عامل وراثي بيطلق عليه سي، والعامل سي ده هو جاي من كلمة color. خدنا اول حرف من كلمة color اللي هو حرف السي، وده العامل الوراثي المسؤول عن اللون. وجد ان العامل الوراثي السي كابيتال ده هو في صورته السائدة بيؤدي الى ظهور اللون، انما لو كان موجود القليل المتنحي اللي هو سي سمول، سي سمول بيديني اللون اسمه الابيض المتنحي، يبقى السي كابيتال هيديني لون انما السي سمول هيديني عديم اللون، او اللي احنا بنقول عليه الابيض المتنحي او بنقول عليه الريسيسيف وايت. وجود العامل سي في الصوره الاصيله سي كابيتال سي كابيتال او صوره خليطه سي كابيتال سي سمول بيديني اللون، انما سي سمول سي سمول مش هيديني اللون وهيظهر باللون الابيض اللي قلنا عليه الابيض المتنحي. طيب عايزين نتكلم بقى على بعض العوامل المحوره اللي ممكن تحول لنا من المظهر بتاع اللون الاسود ويظهر عندنا لون تاني خالص ويظهر لي بالاشكال التانية. طيب لما نيجي نبص لاول عامل من العوامل المحوره للون الريش، العامل ده هو بيطلق عليه اسم العامل اي، العامل اي اللي هو الانهبيتور اللي بيمنعنا ظهور اللون. لو رجعنا بالذاكره لما كنا بنتكلم على سلالات البحر الابيض المتوسط والقسم الامريكي وغيره من الاقسام بتاعه الدواجن، كنا خدنا امثله كده الاربع او خمس سلالات من السلالات الاصيله اللي بنستخدمها في عمليات التهجينات المختلفه. ولو رجعنا بالذاكره كان عندنا في سلاله اسمها الليج هورن الابيض، سلاله الليج هورن الابيض. ولو تتذكروا ان احنا قلنا سلاله الليج هورن الابيض كان بتحتوي على عامل وراثي اللي هو الاي اللي احنا قلنا عليه جين تفوقي. لو رجعنا للتعبير الجيني كنا قلنا التعبير الجيني بياخذ مجموعه من الاشكال، قد يكون تاثير وراثي تجمع الاديتيف او تاثير وراثي سيادي الدوميننس او تاثير وراثي تفوقي اللي هو الابستيسيس. وقلنا ان من اول العوامل الوراثيه اللي تم اكتشافها في مجال التفوق هو الجين او العامل الوراثي اي، وقلنا ده عامل وراثي مسؤول عن منع الظهور اي لون، وبنسميه باللون الابيض السائد لان كان عندنا السي سمول، سي سمول كان مسؤول عن اللون الابيض المتنحي، انما الجين اي لما بيظهر في الهجن التجاريه بيبقى مسؤول عن اللون الابيض السائد. ليه؟ لان اللون ده عباره او الجين ده عباره عن جين تفوقي موجود في موقع كروموسومي معين بيروح يأثر لي على الجين اللي هو كان سي كابيتال المسؤول عن ظهور اي لون، ويبدأ يمنعه من تأثير أثره فيما يعرف بعملية الايه التفوق. ولازم الجين اي ده هو يكون موجود في صورة أصيلة اي كابيتال، فلو موجود في الشكل اي كابيتال اي كابيتال هيأثر على اي جين تاني ويمنعه من تأثير أثره، حتى لو كان عند الموقع الكروموسوم التاني بيحمل الجين سي كابيتال، حتى لو كان بيحمل الجين سي كابيتال اللي هو المسؤول عن ظهور اللون، هنلاحظ ان الجين اي كابيتال هيروح يثبط السي كابيتال ويمنعه من تأثير اثره تماما. وعلى هذا الاساس هنلاحظ لو انا عندي افراد بتحمل التركيب الوراثي اي كابيتال اي كابيتال مع السي زي ما يكون بقى سواء كابيتال او سمول مش هيظهر لون وهيظهر عندي اللون الابيض السائد. حتى لو كان عندي اي كابيتال اي سمول مع اي تركيب من السي سواء سي كابيتال او سي سمول برضه هتظهر الابيض عن الافراد عندي باللون الابيض الايه اللي احنا بنقول عليه الابيض السائد. انما لو ظهر عندي اي سمول اي سمول معنى كده ان الجين التفوقي مش هيشتغل. نبدا نبص بقى في الموقع الكروموسوم الثاني، السي كانت موجوده سي كابيتال ولا سي سمول؟ لو كان عندنا اي سمول اي سمول وتفاعل مع الجين الثاني اللي هو كان سي كابيتال سي كابيتال الافراد هتظهر ملونه. طب لو كان اي سمول اي سمول مع سي كابيتال سي سمول برضه هتظهر الافراد ملونه.
انما لو اي سمول اي سمول مع سي سمول سي سمول، الافراد هتظهر باللون الابيض. طيب هل ده له تطبيق عندنا في مجال انتاج الدواجن؟ اه طبعا مهم. احنا معظم هجن انتاج التزمين بتتميز باللون الابيض، سواء الابيض السائد الناتج عن الجين اي كابتل اي كابتل اللي احنا قلنا موجود في الجهورن الابيض، او سواء كانت جايه من السي سمول سي سمول اللي احنا قلنا عليه الابيض المتنحت. احنا عايزين هجن التسميم بتاعتنا اللي بتتسوق في السوق يكون اللون بتاعها ابيض، لان اللون الابيض بيكون مرغوب في المجازر الاليه لانه ما بيتركش بقايا اي اثار اصباغ او الوان على الجلد، وبالتالي بتكون الذبيحه مقبول، وبالتالي له الجين ده له اهميه تطبيقيه عندنا في الهجن بتاعت التسميم ولا لا؟ اه طبعا له اهميه تطبيقيه، وخاصه مع هجن التسميم اللي بتسوق مذبوحه وبيتم ذبحها في المجازر الاليه. طيب لما نيجي نبص لعامل وراثي بقى تاني من العوامل المسؤوله عن الاوتو سيكسنج او عمليه التجنيس، هنلاحظ عندنا عاملين اتنين مهمين جدا مسؤولين عن لون الريش او سرعه الريش، وبيبداوا ياثروا لي على عمليه التجنيس. العامل الاولاني هو العامل اس، العامل اس، والعامل اس ده هو ده مسؤول عن عمليه التجنيس الذاتي في هجن الدجاج البياض ذات القشره البنيه. كان العامل اس ده من العوامل اللي مسؤوله عن تحوير اللون، وبنستخدمه في عملية التجنيس الذاتي، يعني بنقدر من خلاله نفرق ما بين الذكور وما بين الإناث. بس فين؟ وجدوا إن العامل دوت مميز قوي في حالة التجنيس الذاتي أو الأوتو سيكسنج في الهجن المخصصة لإنتاج البيض ذات القشرة البنية. ليه؟ لأن وجدوا إن الجين اس ده هوت مسؤول عن إفراز وتمثيل صبغة الميلانين. لو كان موجود عندي في صورة سائدة، يعني اس كابتل اس كابتل او اس كابتل اس سمول، وجد ان العامل ده هو بيكون مسؤول عن ظهور اللون الفضي، هتظهر الفرخة عندنا باللون الفضي او مجازا نقول عليه اللون الابيض. انما لو كان الجين ده هو او العامل الوراثي ده موجود في صورة متنحية اس سمول اس سمول، الافراد اللي عندنا هتظهر باللون البني او اللون الذهبي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في يوم من الايام احنا جبنا فرخة من الرود ايلاند الاحمر وهجناها مع فرخة تانية مع النيو هامبشاير اللي بيبقوا مخصصين لانتاج هجن البيض ذات القشرة البنية، وممكن بعد ما نعمل الخلطة بتاعتنا ديت نبدأ نميز ما بين الافراد، الافراد اللي هتحمل اس سمول اس سمول هتكون بنية، انما الافراد اللي هتحمل التركيب الوراثي اس كابتل اس كابتل او اس كابتل اس سمول هتكون افراد بيضاء. طب الكلام ده برضه هيفيدني ازاي؟ نبدأ الجدول التالي. هنلاحظ ان احنا في جيل الاباء لو عملنا عملية تهجين ما بين انثى فضية، وخلي بالك ان لازم التهجينة بتاعتنا تكون بالشكل ده، لان زي ما احنا عارفين ان توارث الصفات في الدواجن مختلف عن الانسان، لان قلنا ان الاناث بتورث وراثتها لابنائها الذكور ولا تورث للاناث بتولادها، معظم وراثة الام هي اللي بتورث للذكور ولادها زي ما عرفنا قبل كده واحنا بنتكلم على الكروموسومات والتركيب الجيني بتاع الدواجن. لو احنا جينا في جيل الاباء قمنا جايبين دجاجة فضية اللون، فضية اللون يعني ايه؟ يعني بتحمل التركيب الوراثي اس كابتل، سواء كان اس كابتل اس كابتل او اس كابتل اس سمول مش هتفرق معانا، المهم يكون عندي التركيب السائد الاس كابتل. وعملنا لها عمليه تهجين مع ذكر من اللي هو الذكور الذهبيه او اللي احنا هنقول عليها مجازا الحمراء او البنيه، يعني بتحمل التركيب الوراثي اس سمول اس سمول. وعملنا عملية خلط هيبدأ يظهر عندي أفراد تركيبها الوراثي في جيل بقى الأبناء، هنلاحظ إن جيل الأبناء اللي هيطلع الإف واحد اللي عندي الذكور هتحمل أكيد التركيب الوراثي إس كابتل إس سمول، لأنها تاخد الجين إس كابتل من مين؟ من أمها. أما التركيب الوراثي إس سمول إس سمول اللي هيظهر هتكون واخدة معظم التركيب الوراثي بتاعها من مين؟ من أبوه. وعلى هذا الاساس اقدر اعمل عملية تجنيس ذاتي لجيل اف واحد
اللي نتج من التهجين ما بين انثى فضيه وما بين ذكر ذهبي؟ بسهوله جدا. ليه؟ لان كل الافراد اللي هتظهر في الاف واحد او في جيل الاولاد لو كان لونها فضي اوتوماتيك على طول دي ذكور، اما لو كانت ملونه لونها ذهبي او لونها احمر هتكون اناث. وعلى هذا الاساس ممكن نستغل العامل الوراثي اللي هو اس، ان انا اعمل عمليه تجنيس ذاتي او اوتو سيكسنج في جيل الابناء واقدر اعرف الذكور مين والاناث مين عن طريق لون الريش بتاعها، طبعا بسهوله جدا زي ما احنا شفنا التطبيق اللي قدامنا ده. بالاضافه ان العامل الوراثي اس ده له اهميه تطبيقيه واقتصاديه هامه كمان في المجازر الاليه. لو احنا بنتكلم من شوية على العامل الوراثي، قلنا ان العامل الوراثي دوت عامل وراثي تفوقي ومسؤول عن اللون الابيض السائد، وقلنا ان المجازر الالية عايزاه عشان ما احناش عايزين الحاجات الملونة لانها تدي للذبيحة شكل غير مرغوب. ما احنا برضو ممكن نستغل العامل الوراثي اس كابيتال بما ان هو مسؤول عن اظهار اللون الفضي او اللون الابيض او الدجاج عديم اللون، ممكن نقدر نستغله في عمليات الذبح الالي لهجن التسمين. يعني العامل الوراثي اس مش بنستفيد بس بيه في انتاج هجن الدجاج المنتج للبيض البني، لا ده احنا ممكن نستفيد منه كمان في انتاج هجن التسمين بيضاء اللون. وده كان اول عامل من العوامل الوراثية اللي بتحول لي من مظهر اللون. زي ما عرفنا العامل الوراثي سي كان مسؤول عن اللون، والعامل الوراثي اي حور لي في اللون ده واصل عليه وخلاه يمنع تأثيره، انما اول عامل من العوامل الوراثية المحورة للون وقدرنا نستغلها اقتصاديا في عملية التجنيس الذاتي او الاوتو سيكسنج كان العامل الوراثي مين؟ اس. طيب هل في عوامل وراثية تانية ممكن نستغلها في عمليات التجنيس؟ بس قبل ما ننقل للنقطة دي في حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم برضو عليها من الناحية التجارية. عارفين ان ظهر عندنا في السوق في الاونه الاخيره سلاله اسمها الدجاج الساسو اللي بيكون ملون، هي عباره عن فرخه بيضه اساسا بس بتفرق عنها ان هي بتكون ملونه. بدا العلماء بتوع تربيه الدواجن يعملوا عمليه تلاعب بالعامل الوراثي اس. ازاي؟ لو رجعنا للرسمه اللي كانت موجوده من شويه، ان الناس كانت بتدور على الفرخه اللي لونها ملونه عشان ما بيحبوش الفراخ البيض، فبداوا يضحكوا على الناس، او علشان هي مش ضحك على الناس، هي هنقول مبدئيا كده ان هم بيستغلوا من العلم في عمليات التسويق. المصريين ما بيحبوش الفراخ البيض اللي هي اللي بتكون لونها فضي او البيضاء. طيب عايزين ايه؟ بيحبوا الفرخه البلدي؟ طب ما احنا نعمل لهم فرخه بيضه بس لونها يكون لونها احمر اللي احنا بنقول عليها الفراخ الساس. ازاي؟ عن طريق الخلطة اللي احنا شايفينها قدامنا في الشكل ده، ونبدأ نستفيد من كل الطيور اللي بيكون لونها ذهبي ونسوق لهم على انها فراخ بلدي او اللي هي الفراخ الساسو اللي بتكون ملونة. طيب هل نقدر بسهولة ان احنا نميز ما بين الفراخ الساسو والفرخ البلدي؟ هل ممكن بسهولة جدا نقدر نميز ما بينهم؟ ممكن بسهولة جدا نقدر نميز ما بين الفرخ الساسو والفرخ البلدي بحاجة بسيطة جدا، ألا وهي الحركة أو الموتاليتي، النشاط بتاع الطائر. دايما الفرخة الساسو زيها زي الفراخ البيضة بتكون كسلانة كسولة حركتها قليلة، أما الدجاج البلدي من هو لسه كتكوت عمر يوم بيكون سريع الحركة ونشط. فلو جبنا فرخة ساسو وفرخة بلدي ورميناهم الاتنين على الأرض، هتلاحظ إن الفرخة البلدي هتجري بسرعة لأنها نشيطة جدا وبتحب مفرطة الحركة يعني، إنما الفرخة الساسو بتبقى ساكنة. الحاجة التانية على عمر التسويق، بنلاحظ إن الدجاج البلدي معدل نموه بيكون بطيء شويتين، أما الفرخة الساسو معدل نموها سريع، بس طبعا مش أسرع من الهجن التجارية البياضة، لأن الفرخة الساسو بنسوقها على عمر 60 يوم، أما الهجن التجارية البيضاء فبنسوقها على عمر 33 يوم أو 35 يوم. كده انتهينا من العامل الوراثي الأول، ألا وهو العامل الوراثي اس. نبدأ نخش على عامل تاني من العوامل المحورة للريش، ومسؤول برضه عن عملية الأوتو سينكسينج أو عملية التجنيس الذاتي. العامل الوراثي اللي معانا التاني هو عامل اسمه العامل الوراثي كي، وده مسؤول عن عملية التجنيس الذاتي بس في هجن الدجاج البياض المنتج للبيض ذات القشرة البيضاء. يبقى العامل الوراثي اس اللي انتهينا منه كان مسؤول عن عملية التجنيس الذاتي فين؟
في هجن الدجاج البياض المنتج للبيض ذات القشرة البنية، بينما العامل الوراثي كي مسؤول عن التجنيس الذاتي في هجن الدجاج البياض المنتج للبيض ذات القشرة البيضاء. طيب الفرق التاني ما بينهم ان العامل اس كان بيحول لي من لون الريش اللون ابيض او فضي، او بنقول اللون يكون احمر او ذهب، انما العامل كي ما بيأثرش على اللون، ما بيحولليش من لون الريش، انما بيعمل ايه؟ وجد ان العامل كي مسؤول عن سرعة التريش. ايه عن سرعة التريش؟ يعني ايه مسؤول عن سرعة التريش؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على عملية التجنيس عن طريق ريش القوادم وريش الخوافي واحنا في الترم الاولاني في مقرر انتاج وتربية الدواجن؟ كنا بنقول ان ممكن اجنس الديك عن الدجاجة عن طريق ريش الخوافي وريش القوادم، فلو لقينا ان معدل التريش بطيء وكان كل من ريش القوادم وريش الخوافي الاتنين قد بعض تقريبا، او ريش القوادم اطول من ريش الخوافي، كنا بنقول ده عبارة عن ديك. انما لو كان ريش القوادم هو ريش الخوافي هو اللي اطول من ريش القوادم كنا بنقول دي دجاج. الكلام ده كان بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل عن طريق العامل الوراثي كي، لان العامل الوراثي كي هو اللي بيلعب في معدل سرعة التريش بتاعت كل من القوادم والخوافي على عمر يوم واحد بعد الفأس. وجد ان العامل الوراثي كي ده عبارة عن جين مفرد او سنجل جين بيؤدي لسرعة التريش، وفي اوقات تانية بيؤدي لبطء التريش. ازاي؟ نبص هو موجود في صورة سائدة ولا في صورة متنحية. وجد ان العامل الوراثي كي لو كان موجود في صورة متنحية كي سمول كي سمول فهيؤدي لسرعة التريش، انما لو كان موجود في الصورة السائدة كي كابتل كي كابتل او كي كابتل كي سمول فهو مسؤول عن بطء التريش. وعلى هذا الاساس بنبدأ نستغله في عملية التجنيس الذاتي عن طريق طول ريش القوادم والخوافي. فلو جبنا الذكور وقلنا ان هي بتحمل التركيب الوراثي كي كابتل كي كابتل او كي كابتل كي سمول، معنى ان هي بتحتوي على الاليل السائد، معنى كده ان هي هتكون بطيئة التريش. فهنلاحظ ان كل من ريش القوادم وريش الخوافي الاتنين تقريبا على نفس الطول، او ممكن نلاحظ ان ريش القوادم اطول من الخوافي. انما لو كان موجود في الصورة المتنحية اللي هي كي سمول كي سمول فهو يؤدي لسرعة تريش الخوافي، فنلاحظ ان الخوافي طولها بيطول بكتير عن القوادم، وفي الحالة دي بيكون الفرد اللي عندي انس. وده بيظهر عندنا من الشكل اللي قدامنا لو احنا عملنا عملية تهجين في جيل الاباء ما بين ذكور، والذكور دي كانت سريعة التريش يعني بتحمل التركيب الوراثي الكسمو الكسمو، وهجناها مع اناث بطيئة التريش يعني بتعمل التركيب الوراثي كي كابتل كي كابتل او كي كابتل كسمو، وعملنا عملية الخلط ما بينهم، هنلاحظ ان ال F1 او جيل الابناء الذكور هتاخد صفة بطء التريش من مين؟ من امه، وهتحمل التركيب الوراثي كي كابتل كي سمول، وطالما بتحمل الاليل السائد يبقى هتكون بطيئة التريش ولا لا؟ هتكون بطيئة التريش. يعني ايه بطيئة التريش؟ يعني كل من القوادم والخوافي هيكونوا الاتنين قد بعض، او القوادم اطول من الخوافي. طيب والنوع التاني او الفرد التاني اللي هيطلع هيحمل التركيب الوراثي كسمول كسمول، وهتكون عبارة عن اناث سريعة التريش. وبالتالي اقدر اعمل عملية التجنيس عن طريق ريش القوادم والخوافي ولا لا؟ اقدر اعمل عملية التجنيس عن طريق ريش القوادم وريش الخوافي بتتبع العامل كي. وده نفس الكلام اللي احنا لسه قايلين عليه. طيب لما اجي استخدم العامل الوراثي المحوره للريشه اللي بتاثر على السنجل جين والاوتو سيكسنج اللي هو العامل اس والعامل كي، لازم نراعي 3 شروط هامه جدا وانا بستخدم السنجل جين اللي هم العامل اس والعامل كي وتاثيراتهم على الاوتو سيكسنج. ايه ال3 عوامل اللي بيأثروا عليها؟ اول حاجه ان لازم يكون الجين ده مرتبط بالجنس، لازم يكون الجين مرتبط بالجنس، يعني الجين اس ده او الجين كي لازم يكون محمول على كروموسوم الجنس، صح ولا لا؟ صح. الحاجه التانية لازم ان الذكور تحمل الجين
بصورة متماثلة الجاميطات متنحية، يعني الذكور يتحمل اس سمول اس سمول وتكون ذكور ذهبية، او تحمل الشكل كي سمول كي سمول وتكون الذكور سريعة التريش. الحاجة التانية، لازم الإناث تحمل جين بصورة غير متماثلة الجاميطات سائدة، يعني بتحمل التركيب الوراثي اس كابتل اس سمول او التركيب الوراثي كي كابتل كي سمول عشان اقدر استفيد من عملية الاوتو سيكسنج او التجنيس الذاتي. عندنا بعد كده من الجينات اللي بتحول لنا برضو في مظهر الريش، عندنا جين اسمه جين الرقبة العارية، جين الرقبة العارية او بيرمزوا له بالرمز ال NA. الجين ان ايه ده هوت، او بيقولوا عسي، او اللي بيقولوا عليه مجازا في الفلاحين الفرخه برقبين. بنلاحظ ان النيك جين ده هوت، او الجين الرقبه العاريه، بيؤدي لنقص الريش في منطقه الرقبه بحوالي 20% تقريبا. الريش بيبدا ينخفض في الرقبه. ووجد ان جين الرقبه العاريه او اللي بنرمز له بالرمز ان ايه من الجينات الغير مرتبطه بالجنس. يعني ايه؟ يعني ما هو ازاي العامل اس او العامل ايه كي اللي قلنا لازم يكونوا مرتبطين بالجنس، لا، انما عندنا الان ايه او النكت نيك جين من الجينات الغير مرتبطه بالجنس. الجين ده هو لما يكون موجود في صوره متماثله ان ايه كابتل ان ايه كابتل، نسبه الفقد في الريش بتاع الرقبه بتوصل لحد 30 40%، يعني ممكن تلاقي الرقبه ما عملهاش ريش خالص تقريبا. والتركيب الوراثي ال NA ده هو منه 3 طرز وراثية و3 طرز مظهرية طبقا للجدول التالي. فلو جينا بصينا عندنا ولقينا عندنا فرخة بتحمل التركيب الوراثي NA small NA small، ده الفرخة الطبيعية، وهتلاحظ ان عندها نسبة 100% ترييش في منطقة الرقبة. طيب لو كان هيترو زيجواز بقى او هيترو جاميتس، يعني بيحمل التركيب الوراثي NA capital NA small، ال ان اي كابيتال هو اللي مسؤول عن صفه عري الرقبه، تقريبا بيعمل لي خفض ب 20% لقليل واحد. وعلى هذا الاساس هنلاحظ ان بيكون عندنا خفض بنسبه تريش 20%، ونسبه التريش في منطقه الرقبه هتكون 80%. طيب لو لقينا بقى موجود عندنا التركيب الوراثي ان اي كابيتال ان اي كابيتال او اللي هو الهيموزيجواس، هنلاحظ ان احنا عندنا فقد تقريبا في الريش بتاع الرقبه بمقدار حوالي 30 40%. طيب وحطينا علامتين استفهام كده جنب التركيب الوراثي اللي هو الهوموزيجوس ال ان اي كابيتال ان اي كابيتال، بالرغم ان صفه عري الرقبه من الصفات الوراثيه المرغوبه جدا اللي عايزين نعممها في معظم الهجوم بتاعتنا، لما لها من اهميات زي انخفاض نسبه الريش بمقدار 25 ل 30%. طب لما الريش هيبدا ينخفض بمقدار من 25 او 30%، ده هيؤدي لي ان الفرخه تبدا تتحمل الاجهاد الحراري بنسبه كبيره جدا. ده مش كده بس، كمان بما ان الريش هيكون قليل فهنعمل عمليه تحسين للكفاءه التحويليه، لان جزء كبير جدا من البروتين او من العريقه اللي كانت الطيور هتوجهها لانتاج الريش ده ما احناش محتاجينها خلاص، فهتتحسن الكفاءه التحويليه. ده مش كده بس، ده هيحصل كمان ان نتيجه ان انا هقلل الاجهاد الحراري وهحسن كفاءه التحويل الغذائي، هنلاحظ ان تنخفض نسبه النفوق بمقدار 25%. طيب ده مش كده بقى بس، كمان وجد كمان ان لما خفض نسبة الريش، نسبة التصافي اللحم هتزيد ولا مش هتزيد؟ نسبة اللحم هتزيد، لان نسبة الفقد في تكوين الريش هتكون قليل. طيب هل معنى كده ان احنا بقى نسعى ان احنا ندخل الجين ان اي كابيتال ده بصورة اصيلة ولا بصورة خليطة؟ العلماء كلهم اجمعوا ان احنا بنحاول ان احنا ندخل الجين ده هو ان اي كابيتال بصورة خليطة لما له من الأهميات اللي احنا قلناها من شوية، بس لازم يكون في صورة خليطة مش في صورة أصيلة. لأن وجد إن احنا لما بندخل الجين إن إيه كابتل إن إيه كابتل دوت في صورة أصيلة، وجد إن نسبة الفأس في البيض اللي بيحتوي على الأجنة عارية الرقبة تماما اللي تركيبها الوراثي إن إيه كابتل إن إيه كابتل، نسبة النفوق في الأجنة بتزيد، وخاصة في الأيام الأخيرة من الفأس. مش عارفين، بنيجي نشوف الاجنه اللي ماتت بنلاحظ ان هي حملت التركيب الوراثي ان اي كابيتال ان اي كابيتال، نسبه العري فيها بمقدار 30 40%. وعلى هذا الاساس قالوا تقريبا ان ممكن يكون هناك ارتباط وراثي ما بين الجين العري في صورته الاصيله ان اي كابيتال ان اي كابيتال مع بعض الجينات المميته اللي بتؤدي لنفوق الاجنه في المراحل الجنينيه المتاخره او في الايام الاخيره
من عملية التفريغ. ده مش كده بس، هندرس بعد شوية مع بعض كمان جين اسمه الدوارف أو جين القزمية اللي بيخلي الفرخة قصيرة. وجد إن لما بعمل فرخة وأجمع فيها ما بين صفة القزمية واللي هي الدوارف وما بين صفة الرقبة العارية، بيكون لها تأثير إيجابي جدا في تحسين محصول الدجاجة من إنتاج البيض. لو احنا انتجنا دجاجه، الدجاجه دي كانت عاليه الرقبه، بتحمل تركيب الوراثي ان اي كابيتال ان اسمه، وبتحمل جين الدوارف كمان الدي دبليو، وجد ان الدجاجه دي انتاجها من البيض بيتحسن بدرجه كبيره جدا. وزي ما قلنا من شويه ان جين الرقبه العاريه له اهميه كبيره جدا في الهجن التجاريه من الناحيه الاقتصاديه، لانه زي ما قلنا بيخفض نسبه الريش، هيحمل تحمل الاجهاد الحراري، زيادة نسبة العضلات إلى غيره من هذه المميزات. ولكن زي ما قلنا برضو إن في حائل لتعميم إدخال هذا الجين، وخاصة في شكله الـ NA كابتال NA كابتال، وعرفنا عشان موضوع الجينات المميتة. لو بصينا للأشكال اللي عندنا، الطيور اللي عندنا أو اللي إحنا بنقول عليه الديك الشركسي أو الفرخة برقبتين، أو زي ما إحنا شايفين أهوت العري في منطقة الرقبة، أو هنا عري كامل خالص زي ما احنا شايفين اهوت، دي كلها اشكال للدجاج عاري الرقبة. العامل الوراثي اللي بعد كده من السنجل جين حاجة اسمها العامل جين الدجاج العاري، او بنرمز له بالرمز الاس سي اللي هو النجد تشيكن. الجين ده هوت او النجد تشيكن لما بيكون موجود في صورة متنحية اس سي سمول، بيؤدي للعري الكامل لجسم الفرخ. الفرخة ما تلاقيش عليها ريش خالص، وبنلاحظ ان البشره بتاعه الجلد بتكون ناعمه وشمعيه جدا. وله اهميه تطبيقيه ان المجازر الاليه مش محتاجين بقى عمليه نتف، لان الفرخ اصلا ملهاش ريش، وبالتالي بتكون مفيده جدا في المطاعم اللي بتعتمد على الوجبات السريعه زي كنتاكي وكده. لما يودوهم المجازر الاليه المنتج هيطلع بسرعه جدا، مش محتاج عمليات تجهيز كتير، لان الفرخه مش محتاجه عمليه صمت ولا نتف، هي مجرد ذبح وبعد كده بيخش على جسم التجويف عشان يتخلص من الاحشاء، والفرخه بعد كده بتكون قدامنا. ولو جينا نبص للشكل بتاعها، ده شكل للدجاج العاري، بتكون الفرخه عاريه تماما من الريش، وده نتيجه لوجود العامل الوراثي الاس سي، بس لازم يكون في صوره متنحيه، يعني اس سي سمول اس سي سمول. اما في صورته السائده الاس سي كابيتال، لا بيكون في موجود عندنا الريش، وده شكل تاني للدجاج عاري الرقبه. العامل الوراثي اللي بعد كده الا وهو جين الريش المجعد، او اللي بنقول عليه الفريزل فيزرنج، جين الريش المجعد فريزل فيزرنج، وبنديله الرمز اف اف، وده من اهم الجينات ذات الاثر المحور. ليه؟ هو ما بيأثرليش على الصفة الوصفية، ما بيقول يعني مثلا ما بيشيلش الريش ويظهر بالريش العاري، ولا بيشيل ريش حوالين الرقبة فتبقى عاري الرقبة، ولا بيخليلي اللون الابيض يبقى احمر ولا اسود، ولا بيأثرلي على سرعة التريش، ولكنه بيحولي من المصدر الخارجي بتاع الصفة. ازاي؟ ان الريشة المفروض الصاج بتاع الريشة او المحور او القلم بتاع الريشة بيكون طالع في شكل مستقيم، لا بنلاحظ ان الريشة بمجرد ما بتخرج مباشرة من الجراب بتاعها او من منطقة المسام بتاعة الجلد، بيبدأ يحصل انسناء في ساق الريشة، وبالتالي نلاحظ ان الريش مجعد. ال 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 الريشة دي تطلع وتنتني يمين، الريشة دي تطلع وتنتني شمال، الريشة دي تطلع وتنتني لفوق، فنحس ان الريش بتاع الدجاجة بيكون مجعد. معنى ان الريش بتاعنا يكون مجعد، هنلاحظ ان الجلد معرض للهواء بتاع الغلاف الخارجي اكتر. معنى كده الفرخة لما يكون عندنا الظروف حر، هتكون العبء الحراري اللي هيقع عليها قليل ولا عالي؟ لا هيكون قليل. معظمنا بنلاحظ ان درجة الحرارة تبدأ توصل 28 وتخش في 30، الفرخة بتبدأ ترفع جناحاتها علشان تعمل عملية طرد الحرارة بتاعتها عن طريق توصيل الهواء الخارجي. طب لما يكون الريش بقى مجعد ويحصل انسناء في الصاج بتاع الريشة، هنلاحظ ان معظم الجلد بتاع ظهر الفرخة معرض للهواء الخارجي، يعني معنى فقد الحرارة من جسم الفرخة عن طريق الحمل او التوصيل او الاشعاع هيكون كويس، مما يخفف من العبء الحراري على الطائر. ووجد ان التركيب الوراثي الاف اف ده هو له 3 طرز جينية.
ازاي؟ زي ما احنا شايفين قدامنا الجدول التالي، لاحظ ان ممكن يكون عندنا التركيب الوراثي اف سمول اف سمول، ده الفرخه النورمال او الطبيعيه، ودي بيكون الريش بتاعها مش مجعد عادي خالص. ممكن يكون عندنا هيتيروزيجوس يحمل التركيب وراثي خليط اف كابيتال اف سمول، والفرخه هنا بتكون نصف مجعده. وقد تحمل التركيب الوراثي الهيموزيجوس اف كابيتال اف كابيتال، وفي الحاله دي بتكون الفرخه مجعده بالكامل. وهنشوف دلوقتي بعض الصور والاشكال للدجاج المجعد. بس قبل ما نشوف الصور دهيت، عايزين نشوف ايه الاهميه الاقتصاديه لجين الريش المجعد. احنا قلنا من الاول ان الريش المجعد ده هيخلي الفرخه ما تتاثرش بالاجهاد الحراري قوي. طيب هل هيكون له تاثيرات اقتصاديه على الصفات بتاعه الدجاجه؟ وجود ان ادخال الجين ده هوت في هجن انتاج الدجاج البياض ذات القشره البنيه بيكون له خصائص اقتصاديه مفيده ونافعه جدا، لانه بيحسن من انتاج البيض بنسبه 11%، انتاج البيض هيزيد بمقدار 11%. مش كده بس، ده كتله البيض كمان او الاجماس هتزيد، يعني عدد البيض بيزيد ووزن البيضه زاد معاه كمان نسبيا. بالإضافة إن هو بيحسن لي من الكفاءة التحويلية بمقدار 10%. طيب عايزين نشوف أشكال مختلفة من الدجاج عاري الرقبة. تعالوا نشوف مع بعض أشكال مختلفة من الدجاج عاري الرقبة. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح أشكال مختلفة من الدجاج مجعد الريش زي ما احنا شايفين، نتيجة لتحور المظهر الخارجي بتاع الريش. شايفين الفرخة الريش بتاعها، تحس كده ان الريش منكوش نتيجة لانسناء المحور بتاع الريشة او الصاج بتاع الريشة، فيبدأ يظهر عندنا الدجاجة بالشكل المجعد ده. قد يكون التجعيد كامل زي ما احنا شايفين، وقد يكون التجعيد نصف مجعد، بيكون التجعيد قليل شويتين. طيب لو عايزين برضو نشوف ازاي بيكون عندنا بيحصل عملية تحور في المظهر الخارجي، تعالوا نشوف ازاي بيحصل عملية الانسناء وشكل الريش بيكون ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط، الريش النورمال عادي بتاعنا خالص اهوت، مفيش اي انسناءات خالص في الريش، والمحور بتاع الريشه طالع طبيعي، فبنلاحظ ان الريشه عندنا بتكون طبيعيه خالص. طيب انما الفريزل بقى، شايفين الريشه كانت طالعه وحصل عمليه انسناء في المحور بتاع الريشه، فبتلاحظ ان الريشه بتكون مجعده. طيب لما نيجي نشوف الشكل ده، الشكل الطبيعي اهوت، الريشه طبيعيه خالص. لما بيحصل عمليه تحور نص انسناءه بس كده، شايفين الريش مجعد مش قوي، انما ده عمليه تجعيد كامل لما بيحمل التركيب الوراثي الاف كابيتال اف كابيتال، انما ده اف كابيتال اف سمول، وده الاف سمول اف سمول. حتى لو جينا نبص للكتكوت وهو لسه صغنون خالص، شوف الكتكوت الريش بتاعه طالع فريزل خالص اهوت من شهر، وده الام بتاعته او الدجاجه البالغه. وهنا بيوضح لك ايه اللي بيحصل بالظبط في المحور بتاع الريشه وعمليه الانسناء، ايه اللي بيحصل لها، كان الريشه انكسرت بالظبط كده، فبيبدا يظهر الريش كانه مجعد كده. معانا جين مهم جدا من العوامل الوراثيه السنجل جين، الا وهو جين القزميه المرتبطه بالجنس او اللي هو الدوار. جين القسمية اللي مرتبط بالجنس بيعتبر نموذج للجينات العظيمة اللي بتأثر على الصفات الكمية، بالإضافة لدورها الرئيسي في التحكم في سلوك الصفات الوصفية. يعني ايه الكلمتين دولت، ويعني ايه جين القسمية جين مرتبط بالجنس؟ جين مرتبط بالجنس يعني بيكون محمول على كروموسوم الجنس اللي هو الزد زد او الزد دبليو، وزي ما احنا عارفين قبل كده ان دبليو ما بتحملش اي جينات. طيب يعني ايه جين عظيم وبيأثر على الصفة الكمية؟ لو افترضنا على سبيل المثال صفة وزن الجسم، وعندنا دجاجة بيأثر في صفة وزن الجسم مثلا 200 عامل من العوامل الوراثية. العوامل الوراثية دي لما بتجتمع مع بعضها بتديني فرخة مثلا متوسط وزنها 2 كيلو جرام، وجيت ابص على جين واحد من ال 200 جين المسؤولين على اظهار الصفة، لقيت جين زي جين القزمية مثلا، وده مسؤول على انه يكسب الدجاجة حوالي 500 جرام من وزنها، او يفقد الدجاجة 500 جرام من وزنها. يبقى بالتالي الجين ده بالنسبة لل 199 جين التانيين يعتبر جين عظيم ولا مش؟ لأ، يعتبر جين عظيم لانه اثر بنسبة كبيرة جدا على الصفة الكمية، بالاضافة
له دوره الرئيسي في الصفة الوسطية ألا وهي صفة القزمي. والجين ده لما بيكون موجود في الصورة المتنحية دي دبليو سمول دي دبليو سمول بيؤدي لظهور أفراد جزمية وزنها بيكون أقل من الوزن الطبيعي بحوالي 25%، وده بيحقق مزايا كبيرة جدا سواء في الدجاج البياض أو أمهات التسمين. هتقول لي ازاي اذا كان بيؤدي نقص وزن الجسم؟ هنعرف بعد شوية ازاي. انما الافراد اللي بتحمل التركيب السائد دي دبليو كابيتال دي دبليو كابيتال بتكون افراد طبيعية لا تعاني من القزمية. ولو بصينا لشكل من الاشكال القزمية اهو هنلاحظ، شوف الطائر القدم بتاعته قصيرة جدا، حجم الاعضاء بتاعته كلها بتكون صغيرة زي ما احنا شايفين. الديك شوف ريش السرج بتاعه ظاهر وريش المنجل ظاهر ويعتبر ديك بالغ، ورغم من كده حجم الديك قد ايه. شوفوا الكتكوت محطوط في كف في ايد الراجل عامل ازاي. هذه الطيور تعاني من القزمية وبتحمل الجين دي دبليو سمول دي دبليو سمول، وعلشان كده بتظهر بالشكل القزمي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب احنا لسه من شوية بنقول ان الجين ده مهم جدا سواء لو احنا استخدماه في انتاج هجن الدجاج البياض او في امهات التسمين. وغرضوا ان الجين ده خلال السنوات الاخرانية خد مكانة كبيرة جدا في الاوساط العلمية، والعلماء بيحاولوا يستفادوا من الجين ده عشان يحاولوا منفعة اقتصادية كبيرة قوي سواء في مجال خط امهات التسمين اللي احنا عارفين ان هي بتكون منتخبة اساسا لوزن الجسم التقيل وسرعة النمو. طيب ده بيحط المربي قدام عدة مشاكل، ان زيادة وزن جسم الام هيخلي الام تستهلك كمية كبيرة جدا من العلي الحافظة عشان تحافظ على حياتها، وده هيخلينا ان الفرخة تتكلف تكلفة عالية عشان تنتج لوحدة واحدة من البيض المخصب اللي احنا هنفرخه بعد كده في امهات التسمين. تمام. طيب وزن جسم الام ده هيستدعي ان احنا هنقلل عدد الامهات اللي هنربها في المتر المربع. كل ما الام ما كانت كبيرة، يعني انا هربي وزنها كبير او حجمها كبير، هضطر ان انا اربي عدد اقل في وحدة المساحة. فلو كنت بربي 7 او 8 دجاجات في المتر المربع، لا ده انا هربي 4 في المتر المربع 5 في المتر المربع، وبالتالي هتحمل تكلفة اهلاك مباني ومعدات كتير، وبالتالي برضو تكلفة انتاج بيض التفريخ هتبقى اعلى ولا مش اعلى؟ تكلفة الوحدة الواحدة من بيض التفريخ هتكون عالية. طيب زيادة وزن جسم الام كمان هيقابلها نقص نسبي في عدد البيض المنتج. ليه؟ لان احنا عارفين ان الصفتين الاتنين ما بينهم معامل ارتباط سلبي، كل ما وزن الجسم ما زاد كل ما عدد البيض ووزن البيض المنتج بيقل. طيب زيادة وزن جسم الأم كمان بتاع دجاج التسمين هتقل في قدرتها على التخلص من الحرارة الزايدة، وبالتالي فرصة الإيجاد الحراري أو الاحتباس الحراري اللي هيهدد حياتها وهتكون عرضة للنفوق هتكون عالية أوي. لأجل كده معظم العلماء بيهتموا بنقل جين القزمية الدورفيزم أو الدي دبليو سمول لهجن أمهات دجاج التسمين عشان نحل المشاكل الأربعة اللي احنا قلناهم من شوية. طيب وبنلاحظ ان الهجن بتاع الدجاج التسمين لما بدخل فيها جين القزمية ممكن يظهر عندي شكل من الاشكال اللي احنا شايفينهم دول، اما ان هو تكون ذكور، وطبعا احنا عارفين ان الذكر بيحمل التركيب الوراثي زد زد والانثى بتحمل زد دبليو، فدبليو لا يحمل اي جينات. لو لاحظنا عندنا الديك حمل زد زد بيحمل واحدة كابتل وواحدة سمول، بيدينا النورمال ميل، لان احنا عارفين ان الدي دبليو كابتل بتديني افراد طبيعيين، انما لو دي سمول دبليو سمول دي سمول دبليو سمول هتديني افراد قزمي. طيب لو كانت انثى بقى، الانثى دي طبعا الدبليو ما بيحملش اي جينات، طب لو الكروموسوم زد كان بيعمل فردة واحدة دي دبليو كابتل هيدينا انثى طبيعي، طيب لو كان بتحمل دي دبليو سمول هتبقى انثى قزمي. وعلى هذا الاساس لو احنا عملنا عملية خلطة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وجينا في جيل الاباء جبنا اب طبيعي زد زد اهوت، وكان الكروموسوم الاولاني بيحمل دي دبليو كابتل والتاني دي دبليو كابتل، يبقى اب طبيعي، وعندنا ام قسمية زد دبليو ودبليو لا يحمل اي جينات انما الكروموسوم زد بيحمل دي دبليو سمول، وعملنا عملية تزاوج، هيكون الجيل بتاع التسمين النهائي الناتج من الامهات ديت ذكور طبيعية واناث طبيعية ولا تعاني من القزمية مطلقا، لان متوفر عندنا
الدي دبليو كابيتال بتضع على الدي دبليو سمول المتنحي. طيب بالنسبة للجين القزمية المرتبط بالجنس ده، لو انا عممته ودخلته لهجن التسمين، ايه العوائل اللي انا هتحصل عليها او ايه اللي ممكن يحصل عني؟ التأثيرات اللي بتحصل عندنا نتيجة لإدخال جين القزمية في الهجن التجارية، إن الأفراد القزمية بيحصل فقد كبير جدا في وزن جسمها بنسبة 25 لـ30%. طيب وده هيقلل من كمية العريق الحافظة، وهتنخفض تجلبة العلب بمقدار 38% تقريبا لإنتاج كتكوت التسمين. طيب برضو الأفراد القزمية لما تفقد جزء كبير جدا من وزنها اللي هو مقدار 25 لـ30%، معنى كده ان انا هقدر اربي اكبر عدد ممكن من الطيور لوحدة المتر المربع، واقدر اوفر تقريبا حوالي 33% من اجمالي المساحات المخصصة لعملية التربية، واقدر اوفر كمان من الادوات والتجهيزات او المعدات اللي انا بستخدمهم عندي. كمان لما وزن الجسم يقل، معنى كده ان كمية الحرارة المنطلقة من الطائر هتكون قليلة، ففرصة تعرض الطائر للإجهاد الحراري هتكون قليلة. كمان الأفراد القزمية بيحدث فيها نقص في وزن بعض الأعضاء الداخلية، الأحشاء الداخلية بتقل، وبالتالي وخاصة اللي هي الأعضاء الغير مأكولة. إنما التوتال جبلت زي القناصة وزي الكبدة بتبقى وزنها كبير نسبيا ما. وعلى هذا الأساس فإن بنلاحظ إن الدجاج القزمي ده بتكون نسبة التصافي بتاعته عالية. كما إن الأفراد القزمية بيحدث فيها نقص في بعض إفرازات الغدد الصماء. طيب هل التأثيرات دي لها أهمية تطبيقية كمان في الدجاج البياض؟ زي ما قلنا في دجاج التسمين بيكون لها أهمية، في الدجاج البياض برضه لها أهمية، لأن توقعهم العلماء لما دخلوا جين القزمية إن زيادة عدد البيض وفترة المصابرة أو مرحلة البيك بتزيد، برضه فترة البيك بتزيد، متوقعين إن نسبة الخصوبة ونسبة الفأس تزيد، حيوية الطيور عند عمر 15 يوم هتزيد، هتوصل لحوالي 96%، اللي هي أصلا بتكون في الطبيعة حوالي 94%. علاوة على ذلك هيحصل كمان تحسن في الاستجابة المناعية ضد بعض الأمراض زي مرض المري وعدوى الأكياس الهوائية. ولكن العلماء بيقولوا إن الجين ده لما بندخله ممكن برضه يحصل له شوية عيوب أو نتائج غير مرغوبة نتيجة لإدخال جين القزمية المرتبط بالجنس في الهجن التجاري. زي ايه؟ قال انه في نهاية مدة الانتاج بتاعة السلالات القزمية بتكون عند عمر 60 لـ65 اسبوع، انما في الطبيعي بتوصل لحوالي 72 اسبوع. مدة انتاج البيض بعد النضج الجنسي هتبقى 42 اسبوع، لكن في الطبيعي بتكون حوالي 55 اسبوع. الحاجة التانية كمان، العمر عند النضج الجنسي هيكون حوالي 180 يوم، وده متأخر شوية بمقدار 1 لـ2 اسبوع عن الدجاج الطبيعي الغير قزمي، بالإضافة إن وزن البيضة بيكون أقل بحوالي من 5 لـ10% عن الأفراد الطبيعي. طيب حد يجي يسألني يقول لي طيب يا دكتور، فيها هي عيوب لما بندخل جين القزمية ده بيعمل لي مشكلة لأنه بيقلل لي الوزن وغيره 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 وغيره. طيب أنا جين القزمية ده هيفيدني في إيه؟ أو زي ما بيقول كده، قد يتساءل البعض كيف أدخل هذا الجين الخاص بالقزمية اللي بيقلل وزن الجسم في خطوط التسمين اللي احنا بنسعى لزيادة وزن أجسامها في أقل فترة ممكنة. عشان نجاوب على السؤال ده، حاجة سهلة وبسيطة جدا، احنا لما ندخل الجين المفرط ده هندخله في جيل الأمهات، مش هندخله في المنتج النهائي. جين القزمية هندخله في جيل الأمهات، ونظرا لتزاوج هذه الأمهات مع آباء طبيعية زي ما شفنا من شوية في الجدول اللي عدى، دي دبليو كابيتال دي دبليو كابيتال، فتأثير الجين ده هيتلاشى في الجيل النهائي، هو هيظهر فقط في مرحلة الأمهات، وبالتالي هقلل من كمية العلاقة الحافظة وغيره وغيره وغيره. إنما أنا بستخدموش في جيل الأمهات عشان تديني المنتج النهائي، لأ ده في جيل الجدود، وبعد كده يظهر عندي في جيل الأمهات، والأمهات بعد كده القزمية أزوجها مع آباء طبيعية، فالمنتج النهائي اللي هيطلع عندي هتكون كتاكيت تسمين بتحمل التركيب دي دبليو كابيتال دي دبليو كابيتال أو دي دبليو كابيتال دي دبليو سمول، وفي الحالة دي هتكون عبارة عن طيور غير قزمية أو طبيعية، ومش هيظهر التأثير السلبي بتاع جين القزمية. وبكده أعزائي الطلاب نكون انتهينا من المحاضرة بتاعة النهاردة، على أمل اللقاء في محاضرة أخيرة إن شاء الله.